نارين بيوتي تفاجئهم في أول دهور لها. شاهدوا المزيد من التفاصيل. بداية هذا الفيديو مع سارة الورع اللي نشرت ستوري على صفحتها بالإنستغرام، وكان هذا الستوري لورد أبيض مشابه للورد اللي كانت حملاه بعرسها، وتوقع الجمهور إنه غيت مروان كمان أهداها ورد اليوم، ويبدو إنه هذا هو الورد المفضل لسارة الورع. أيضا يذكر أن اليوتيوبر غيث مروان مؤخرا ظهر وإيده مريضة، البعض توقع أنها مكسورة، ونتمنى اليوتيوبر غيث مروان الشفاء العاجل. أيضا غيث فاجأ أحد جمهوره وقام بالرد عليه على تيك توك. نمر إلى اليوتيوبر نارين بيوتي اللي تفاعلت بدور هذا الستوري على صفحتها بالإنستغرام بعد غياب. علقت نارين أنه هي عم ترتب غرفتها، ويذكر أنه نارين مؤخرا انتقلت لبيت جديد بدبي، وصرحت في مقابلتها مع كارول أنه البيت إيجار. أعلنت أيضا في نفس المقابلة أنه هي بتحضر لحفلة خطوبتها قريبا.